كنعرفوا مثال او الناس زمان كانوا كيقولوا الصنعه الى ما غناتك كتعيشك، وهذا الشيء اللي كيوقع اكيد في كل مره كنكتشفوا قصص نجاح مع المستمعات الكريمات اللي كيتكلموا على قصص نجاح ديالهم، مع ربما بعض الامور اللي تعلموها منذ الصغر ما كانش في البال ديالهم، ولكن منين كبروا لقاوها هي اللي بجنبهم وبها حقوا النجاح ديالهم. في قصة نجاح مستمعينا ومستمعاتنا قصصكم هي كثيره وكلها ملهمه وجميله وكتعطينا اكيد الطاقه الايجابيه. اليوم معنا خديجه من مدينه بوسكوره، وخديجه اليوم اللي غتقدم لنا وغادي تعاود لنا القصه ديالها، كيفاش كبرات وكيفاش انقطعت على الدراسه ووصلت وحققت الحلم ديالها صدفه فقط، لقات راسها انها مولوعه بواحد المجال تعلمته منذ الصغر، في كبرها عاونها باش انها تحقق ذاتها وتعاون الاسره ديالها. لا خديجه اهلا بك. السلام عليكم لالا عزار. وعليكم السلام، مرحبا بك على اصوات. الله يبارك فيك، تحيه ليك وتحيه لطاقم راديو اصوات. شكرا لك خديجه. خديجه انت معنا من نواحي مدينه الدار البيضاء وبالضبط من بوسكوره. اليوم غادي تقدمي لنا وغتكلمي لينا على القصه ديالك، كيفاش حققتي ذاتك ونفسك دابا بعد ربما ما انقطعتي على الدراسه وتزوجتي وحسيتي بواحد شويه ديال الملل وكتقولي انا خصني ندير شي حاجه. تفضل. اييه اختي عزار، انا القصه ديالي في البدايه ديالي كما قلت لك من الصغر ديالي كنعشق هادشي ديال الحلويات، كما قلت بحكم انني ما كملتش الدراسه ديالي. نعم. بديت كناخذ هكا الكتبه ديال الطبخ. نعم. ومن ثم بديت كنوجد هكا الوصفات، وانا الميول ديالي بزاف الحلويات، يعني كل مره كنبقى نجرب هكا حاجه اللي صدقات هي هذيك اللي ما صدقاتش. المهم بقيت هكاك من بعد تزوجت. نعم. بديت كنحس بالملل هكا في البداية ديال الزواج ديالي. وصافي من تما هكا كان صراحة كنقرحة ديالي في المطبخ هكا، ملي كنوجد هكا وصفات وشهيوات هكا يعني. وبديت كندخل هكا الجروبات. بالأخص في البداية يعني كنت دخلت الجروبات هكا في الفيسبوك. وبالاخص كما قلت كندخل الجروبات بزاف ديال الحلويات الكبار باش انني نتعلم منهم. وفعلا استفدت منهم بزاف ديال الحوايج والاسرار ديال الحلويات. وبقيت هكا يعني كندخل الجروبات كما قلت في الواتساب، وبشويه بشويه هكا كنوجد الوصفات وكن من بعد كنوجد هكا لقيت الوليدات ديال المدرسه، يعني ما كنديرش لهم انا داكشي ديال برا، يعني كنحوس ديال الدار. وغير بالصدفه يعني كنت كنبغي هكا ندير شي حاجه باش انني يكون عندي هكا مدخول. وصراحه ما كنزعمش، ولكن غير بالصدفه كما قلت لك هكا كنديروا الكوتي لبنتي. واحد المره المعلمه ديالها مره كتدق من عندها داك الشيء، وواحد المره بنت المعلمه ديالها سولت بنتي قالت لها ماما كاش كتصايب الكوموند، قالت لها بنتي لا. صافي ملي جات بنتي قالتها ليا، من تما طاحت عليا الفكره انني نبقى نوجد الكوموند. وصافي عطيتها الرقم ديالي، ومن بعد تواصلت معايا وعاودت لها يعني راه اول مره وراني ما زعمتش وهذه. وصراحه شجعتني يعني وجدت لها كوموند اللي طلبات. كانوا جايين عندها كضيافه في الويكاند، وجدت لها طلبيه اللي طلبات. ومن بعد يعني بلا ما نذكر كل شيء. وصافي من تما بدات الانطلاقه ديالي. صراحه شجعتني من بعد عجبها داك الشيء وشجعتني باش انني نبدا في المشروع ديالي. وداك الشيء اللي كان وصراحه عرفتني هكا قالت لي انا غادي نعاونك. واخا خديجه شنو بغيتي تقولي للنساء دابا اللي كيستمعوا لينا هذا الصباح اللي عندها شي حلم وباغا تحققه؟ خاصها تقاوم صراحة وتشجع وما ترددش. يعني كما تبارك الله عليك خديجه. كنتي معنا من مدينه نواحي مدينه الدار البيضاء بوسكوره، كتفوزي معنا بمنتوجات ايديال بالصحه والراحه، واكيد كتدخلي معنا لسحب القرعه للفوز بدمليج من الذهب الخالص في نهايه المسابقه. الف مبروك خديجه.